الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ها نحن مع الرسول القدوة والرسول الأسوة، وفي جوانب في غاية العمق هو الحب. الإنسان بطبيعته كائن ينجذب إلى غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قصة حب عميقة، قصة حب لا تشابهها قصة أخرى، قصة من الحب والوفاء الذي يفوق مستوى الحياة لينتقل أن يحب الإنسان من هو ميت كأنه يعيش معه. حب الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة رضوان الله عليها كان حبا مختلفا، فكانت له زوجة وكانت له أما وكانت له حبيبة وكانت له داعمة في قضيته التي يحملها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يهيم بخديجة حبا، حتى كانت عائشة تغار من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة، ففي كل موقف كان يذكر خديجة، كانت خديجة تفعل كذا وكانت تقول كذا وكانت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء صديقات خديجة بعد موتها لزيارته كان يترك أي عمل في يده ويجلس إليهن يتحدث معهن ويقول هؤلاء صويحبات خديجة. وحين ذهب إلى المدينة في قصة غريبة جدا وعجيبة جدا، كانت ابنته زوجها مشركا وقبض عليه المسلمون، فذهبت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تتشفع فيه وأعطتهم عقدا لها كانت قد أهدتها والدتها لها، فأهدتهم حتى يطلقوا سراحة فدية له. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب إلى القوم وقال لهم أن أعيد لها العقد، فهو من بقايا خديجة. فخديجة في حبه لها حتى بعد موتها عقدها كان يسوى عنده الدنيا. هذا النوع من الحب، هذا النوع من الود، هذا النوع من الذاكرة العاشقة التي ترى فضائل الزوجة حتى بعد موتها لا نظير له ولا يمكن أن يقارن به أحد. هذه القضية الأساسية في القدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم كمحب، قضية في غاية الأهمية يغفل عنها من يغفل، لكنها جزء من حياة المصطفى عليه الصلاة. فلو أردنا محبا إن صح التعبير مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا في حياته القدوة في الحب والود والوفاء لزوجته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.